Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. القناة اللي كنطمح أنني نزيد نكبرها بالدعم ديالكم وأنني نزيد نعطيكم مجموعة من الدروس المفيدة في المستويات الابتدائية وكذلك الإعدادية. اليوم غادي ندير معكم لي زاكتيفيتي ديال الصفحة 71 من الكتاب المدرسي pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. L'activité du lexique. Semaine 1 et 2, l'unité 3. D'accord, l'unité didactique 3. Donc, le titre d'Ilha de la leçon, c'est Lexique relatif aux thèmes, fêtes et coutumes. D'accord. Donc, lexique relatif, يعني الكلمات المتعلقة بلو تيم ديال لي فيت اي كوتوم ديال الاعياد والتقاليد والعادات داكوغ دونك غادي نعرفوا هاد لو ليكسيك ديال الاعياد داكوغ غنعرفوا بواحد الباجاج ديال الكلمات خصكم تاخذوهم في عقلكم من هاد الدرس اللي غادي نديروه اليوم دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو لا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر ولاحظ واكتشف دونك غادي نبداو بهاد لو تيكست دو ديبار جو في فو لير سويف افيك موا لو جور دو لاشورا لي بارون اشيت دي جوي à leurs enfants. Ils organisent une fête et offrent à leurs invités des gâteaux et des friandises. Je répète. Le jour de l'Ashura, les parents achètent des jouets à leurs enfants. Ils organisent une fête et offrent à leurs invités des gâteaux et des friandises. Donc, le jour de l'Ashura, les parents achètent des jouets à leurs enfants. Les parents, d'accord. Ils organisent une fête et offrent donc une demoiselle d'artifal ou la واحد العيد et offrent à leurs invités. Ok, طيب. يعني الزوار ديالهم أو les invités ديالهم يعني الضيوف ديالهم كيعطيوهم des gâteaux يعني الحلوى و des friandises. D'accord. نشوفوا هاد لا كيسيون اللي كاينين في جوبساف اي جو ديكوفر. La première question c'est relève dans le texte les mots qui évoquent la fête. يعني جبد من لو تكست الكلمات اللي كيدلوا على لا فيت يعني احتفال او على الاعياد داكوغ اول حاجه دونك لي مو نبداو بلو جور دو لاشورا دونك ثانيا هنا كاين عندنا لي جوي لعب هنايا il organise une fête دونك fête دونك les invités invités يعني الضياف داكوغ دونك الضياف كيدلوا على انه كاين واحد لا فيت داكوغ هنايا دي غاتو et des friandises. Donc, هادو كلمات كاملها كتيفوكي لا فيت. Passons maintenant à la deuxième question. À quelle occasion les parents offrent-ils des cadeaux? فاش من مناسبة يعني les parents كيعطيو يعني des cadeaux الهدايا داكوغ فاش من مناسبة يعني في المناسبة ديال العاشوراء داكوغ دونك à l'occasion de l'Ashura. Donc à l'occasion de l'Ashura داكوغ de l'Ashura. Question 3. Pendant l'Ashura, que font les parents à leurs enfants? Donc, khilala yom dil Ashura, ce qui dit les parents, ce qui dit les abas, les ouliers omor, l'atfal dirou. Donc, yani y jouer. Donc, achète des jouets. Donc, passons maintenant à la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». D'accord? « Je manipule et je réfléchis ». La première question, c'est « Cite les fêtes religieuses que tu connais ». يعني غادي نحطو هنايا les fêtes religieuses, يعني الأعياد الدينية اللي كتعرف. D'accord? الأعياد الدينية, هنا كنعرفو أول حاجة, كنعرفو عيد الأضحى. الأضحى. عندنا عيد الفطر. عندنا بروميير محرم داكوغ دونك الاول ديال المحرم المولد دونك هنا بزاف ديال الاعياد الدينيه اللي عندنا داكوغ من بينها هما هادو الاعياد الدينيه دونك عيد الاضحى عيد الفطر وعيد المولد داكوغ كو فون لي زونفون بوندون سي فيت شنو كيديروا لي زونفون في هاد لي فيت هاد الاعياد الدينيه كيديروا دونك لي زونفون جو كيلعبوا جو اي ساموز داكوغ اي ساموز كيديروا لي زونفون
كيلعبوا وكيستمتعوا داكوغ اي ساموس سي سا الدور ديال لي زونفون هذا هو الدور ديالهم انهم كيلعبوا وكيستمتعوا في هذه الاعياد الدينيه كل من عيد الاضحى وفي عيد الفطر وكذلك في عيد المولد النبوي الشريف نشوفوا لا كيسيون سويفونت لاكيل دو سي فيت بريفير تو دونك شنو هو العيد اللي كتفضل نتايا داكوغ دونك هذا كل واحد يدير الاختيار ديالو مثلا انا كنفضل عيد الاضحى عيد الاضحى d'accord عيد الاضحى ou engorge le mouton d'accord منين فيه كندبحوا لو مونطون اللي هو الكمش داكوغ دونك هنايا ممكن ديروا نتوما الفيت ريليجيوز اللي كتعجبكم داكوغ واش عيد الاضحى ولا عيد الفطر ولا عيد المولد داكوغ جو روتيان شوفوا جو روتيان دونك لو شون ليكسيكال ايت ان غروب دو مو كي ايفوك لو ميم تيم دونك لو شون ليكسيكال باش نقولوا هذا شون ليكسيكال خصو يكون مجموعين فيه بزاف ديال الكلمات كيعنيو واحد لو تيم واحد المجال مثلا مجال الطبيعه غنهضروا على كلمات فيها غير الطبيعه مجال ديال الحيوانات غادي نهضروا غير الحيوانات لي زانيمو المجال ديال باغ اكزومبل ديال لي فيت غادي نهضروا على لي فيت دونك سي سا لو شون ليكسيكال سي ان غروب دو مو كي ايفوك لو ميم تيم داكوغ لو ميم تيم نشوفوا جو مونترين Je m'entraîne, je regroupe les mots suivants par champ lexical. Donc, il y a les mots qui sont là. Nous sommes dans le groupe de mots, nous allons dire le champ lexical est le mot. D'accord. Donc, il y en a blague, il y en a il y en a ashura, ride, il y en a plaisanterie, il y a le mouzha, circoncision, il y a le khtana, baptême, c'est swur. Poisson d'avril, c'est Kidbet Avril. Kidbet Avril, d'accord. Groupe de mots, ou le haja, on a juste les champs lexicaux. Juste les champs lexicaux. Ou le haja, le champ lexical, le wul, c'est l'id. D'accord. Ou le champ lexical, c'est les blagues. D'accord. Les blagues. نكث داكوغ لي بلاك دونك هادو ما غادي يمشيو بلاك اي اي دونك بالنسبه لي جروب اللي داخلين في العيد شنو هما اول حاجه عاشوراء دونك عاشوراء بحال واحد العيد داكوغ اها ربوا عليها دونك سيركونسيزيون اللي هي الختانه حتى هي عيد سيركونسيزيون عندنا هاد الاسبوع تم تا هو عيد داكوغ غيبقى لي بليزونتوري plaisanterie on va parler poisson d'avril il y a Kidbet Avril d'accord d'avril donc il y en a le champ lexical ديال العيد اللي داخلين فيه هاد العياد هادو و le champ lexical ديال blague داخلين فيه هادو d'accord هنايا je barre l'intrus je barre le mot intrus ندير بعض ديال الكلمات غادي ندور على الكلمه اللي لا علاقه بثلاثه الاخرين d'accord donc نبداو اول حاجه le bain le bainier la baignoire la baignade donc هنايا غادي ندورو على الكلمه اللي لا علاقه لها بالاخرين داكوغ سي لو بانيي داكوغ دونك هادوما كاملين عندهم نفس المعنى داكوغ هنايا ايغايي غويتي لا غيتي غي دونك الكلمه اللي لا علاقه هي هاد غويتي داكوغ هادوما كاملين عندهم علاقه بالمرح داكوغ عندهم علاقه بالمرح دونك لانترو سي سا اي سي سا نشوفو لا كيسيون سويفونت او بيان لا روبريك سويفونت سي جو ميفالو اللي هي اقوم جو تروف لو شون ليكسيكال كي كوريسبون ا شاك ليست دونك عندنا هنايا دو ليست لا بروميير سي سي سا لا بروميير ليست لا دوزيام هي هادي وغادي نديرو لو شون ليكسيكال داكوغ دونك هنايا بيتار فو دارتيفيس فو دو جوا دونك فو دارتيفيس فو de joie les pétards donc naya le champ lexical غادي نديرو عاشوراء d'accord عاشوراء ولا مثلا célébration ولا fête donc عاشوراء هي اللي كنديرو فيها les pétards les feux d'artifice ou feux de joie d'accord on a قلناها في لو تيكست دو ديبار اللي باقي ما تفرجش فيه يتفرج فيها كاين لين ديالو في description d'accord donc le champ lexical c'est عاشوراء ou bien عيد ou bien fête d'accord fête donc هادوما لي شون ليكسيكال لي غادي يجو مع هاد الكلمات هادو شوفو الشون ليكسيكال لي غادي يجو مع هاد الكلمات هادو كاروت نافيت بوتيرون بوم دو تير فيف لي بيمون شنو كتلاحظو هادوما هنايا كاين كاروت كاين نافيت كاين لفت كاين القرع كاين البطاطا كاين الفول كاين الفلفل دونك هادوما هما سي سون دي ليغوم داكوغ لي ليغوم دونك لي ليغوم هذا هو لو شون ليكسيكال اللي غادي يجينا مع هاد لا ليست هادي داكوغ دونك وبهذا غادي نكون كملت لاكتيفيتي دو ليكسيك ديال لاباج 71
كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا في قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. ادعوكم للاشتراك مرة اخرى في القناة وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.